الإعلاميين هنا، وفي تصور الإعلام والإعلاميون سواء كانوا في القطاع العام العمومي أو في القطاع الخاص هم مجاهدون من نوع خاص. كيف يجاهدون؟ يكتبون الحقائق، يكشفون ما هو واقع داخل دواليب الدولة وكيفية سير الدولة في السياسة، في الاقتصاد، في الحوكمة، في كل شيء. هذو كانوا مقيدي الأيدي ومكبل الأفواه، أوليس كذلك؟ أنا لست مع إعلام عمومي، لست مع إعلام عمومي على الإطلاق. وهذا الإعلام العمومي بالطريقة اللي راه يمشي بها الآن، لذا أقول لأخواتي وإخواني في الإعلام العمومي أنا عندي برنامج، والبرنامج هذا نتاع الإعلام العمومي نحرر الإعلام العمومي ما يصبحش آلة دعائية للحكومة التي تسير، ولا للرئيس اللي راه يقود البلاد. يصبح إعلام عمومي يتمتع بالحرية الكاملة لنقل الحقائق للمجتمع لاستقبال الحكام في كل المستويات لإعطاء رأيهم للشعب الجزائري، ولاستقبال المعارضين كذلك من جميع أطياف المعارضة السياسية ومن المجتمع المدني ومن الشخصيات الوطنية، حتى يدلوا بدلوهم وحتى يكون هذا التوازن، هذا الإكليبر في المجتمع، ويسمع الشعب الجزائري الرأي والرأي المخالف والمخالف الثاني والثالث والرابع، كل ذلك في جو من الاستماع للآخر وفي جو يرضى به المجتمع. إذن أحرر الإعلام العمومي. القطاع الخاص كذلك في كثير من الأحيان ضحية في المسائل تاع الإشهار، إما الانجرار وراء الحاكم المتسلط والمتجبر، وإلا ما كانش لا بوبليسيتي. صفق عليا واللي شعر تاع بلاط ومن الصبح اللي تمدح فيا، والله ما عندكش بلاصة. أقضي على هذه الظاهرة بسن قانون يجمع عليه الإعلاميون في القطاع العام، في القطاع